العظيم بحبك. الحادثة تعبتك بزيادة يا صالح. بالعكس يا فؤاد، في حاجات كتير الواحد بيبقى فاكرها شر وتطلع خير. لعلمك بقى، مش الكونتينر اللي اتقلب، صالح اللي اتقلب. طول عمري فاكر نفسي معلم ومفتح وبعمل اللي انا عايزه. من يوم ما ابويا مات وانا شلت المسؤوليه، طلعت بضحك على نفسي، بهرب من المسؤوليه وبهرب من نفسي. المصيبه اللي انا ما ضيعش نفسي لوحدي يا فؤاد، ده انا ضيعت اخواتي كمان. كل واحد فيهم شايل نفسه وبيجري بيها. بقينا نهرب من بعض، بقينا خايفين من بعض يا فؤاد. ما تقولش كده يا صالح، ما تقولش كده يا حبيبي. بعدين انا عايزك تقدر موقفي. انت من ساعة ما قلت انك هتسيب الشركة وسمعت في السوق، الشركة ما بقتش شغالة. صدقني انا مش بقولك كده علشان خاطر الفلوس ولا العربيات، لا. انت من يوم ما عملت الحادثة صدقني كأن انا اللي وقعت مش انت. طب والمسيح والعذراء يا اخي؟ انا ما بعرف انام طول الليل. يا فؤاد، هو اللي بينا وبين بعض يعني شركة وبس؟ يا فؤاد احنا مع بعض للاخر. كل اللي مطلوب منك بس سيبني الم نفسي والم اخواتي اسوق بيهم، اعرف لمهم فؤاد هيضيعوا مني. انا بفضل معاك الشركه السهله يا فؤاد، اما العيش والملح مش هيتفك عمر. بص يا صالح، اذا كنت عايزني اسمع كلامك لازم انت كمان تسمع كلامي. ايوه ماشي، بس اسمع كلامك في ايه؟ انت عارف يا صالح. هات يا فؤاد. خد يا حبيبي. هات الشيشه يا فؤاد. برضو والله يا جماعه انا بقيت بحبكم اكتر من اخواتي. والله يا ماهر انت اكتر من اخ، واحنا ازدادنا سعاده لما عرفنا قد ايه انت راجل وجدع. انا افديكم بروحي. يا اخي يعلم ربنا قد ايه ان انا حبيتك. ربنا يكرمك ويهديك يا ماهر. طب يا جماعه انا هستاذن بقى عشان زمان اختي قلبت الدنيا عليا. قم الاكل. لا الحمد لله انا شبعت بقى. يا اخي من خير ربنا كتير اهو. الحمد لله. ماهر خليك عادي، مش عايزين اي حد يعرف حاجه عننا. لا اتطمن خالص. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام يا ماهر. طيب جوي قوي. لك مين يا خيال؟ معلم عامر. معقولة؟ المعلم فؤاد عند جبر الغلبان. أهلا يا جبر، أصل أنا كنت جاي. لا 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 ما تقولش حاجة، كفاية إنك جيت. أنا كنت اتفضل عندي في المكتب، اتفضل عندي. طب ما أنا بس حاجة. بقول لك إيه؟ ده كويس أوي إنك جيت، اتفضل. يا بختك يا صالح بفؤاد، اتفضل اتفضل اتفضل. اتفضل يا معلم فؤاد، أهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل أخويا. ياه سنين. فاكر يا معلم فؤاد لما كنت صبي معاكم؟ ايام يا معلم جبر. بس ودين النبي وربنا المعبود ما انسى ان اول لقمه كانت من ايديك واول شربت ماء من ايد صالح. ربنا يديم المعروف. يا ريت يا ريت يا معلم نحط ايدينا في ايدين بعض ونكبر الشغل. انت هترجع القصه دي تاني يا جبر وانت عارف مفاتيحها مع مين؟ عارف 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 ان صالح قافش مني، مش عارف ليه. اسال عامر، انا واخده على كتف الراحه، اساله. ده الموضوع كبير بقى يعني. ها؟ لا اصل انا كنت عايزه في موضوع مهم وهو قافل تليفونه على طول. سرحانه في مين؟ هيكون في مين يعني؟ هو في غيره؟ شايفني خالص يا هند؟ مش حاسس بيه. كل مرة كان بيروح وياك ويرجع لي تاني، بس المرة دي قلبي مش مطمن. خايفة لحسن يتجوز؟ طب والله لو هيلاقي سعادته مع واحدة تانية والله أنا اللي هجوزه. يعني مش عارفة، بس بحس ان انتي نوع غريب قوي من الستات. يعني بتحبي اخويا وعمرك ما قلتيله، بس
تساعديه وانتي عارفه ان هو داير على حل شغله، ورغم كده عمرك ما اعترضتي، عمرك ما قلتي له حاجه. حب اعمل ايه؟ اعمل لك قهوه تانيه عبال ما سلمان يعدي عليك. يا ريت. او مثلا بمناسبه سلمان ده، الراجل ده انا حاسه انه قلبه طيب قوي زي اللبن الحليب. هو كده فعلا، وهو ده اللي مخوفني. حد يخاف من القلب الطيب؟ لما يبقى في فرق سن كبير يبقى لازم اخاف يا موسى. طب ما انت اللي قررتي يا هنا، وانت اللي صممتي تتجوزي. حبيته سلمان، هو كل حاجه في حياتي، هو اللي ضمني، هو اللي وقف جنبي لما كنت لوحدي. من غير سلمان انا كنت مت من الوحده. بعد الشر عليك، فلا الله ولا فادي. طب امال ايه اللي مخوفك بقى دلوقتي؟ خايفه من الايام قوي يا نوسة، خايفه ارجع الاقي نفسي لوحدي تاني. سلمان مش صغير يا نوسة، وانا الموضوع ده بيموتني. طب روقي عشان خاطري، عشان خاطري. هما لسه مخاصمين بعض؟ ها؟ طب معلش انا حساس لان عندي شغل مهم، بس لو سمحت اول ما يجي عامر خليه يجي لي على طول. لا لا ما يصحش يا اخويا، لازم تشرب شاي. اشرب شاي مره ثانيه معلش. اشرب شاي. سلام سلام يا جم. مع السلامه يا اخويا. سلام يا فوكش. يا معلم يا معلم. انا وكان بدك عامر؟ اه عامر قاعد برا على الكافيتيريا بلقط زباين. بيلقط زباين؟ اه بس روح بسرعه لعنده. فين؟ على الكافيتيريا برا. شكرا اخويا. العفو، اهلا وسهلا. هو بس اول ما شافني جاي عليه كده قام ودي وشه الناحيه الثانيه. عامر اهلا. سيد عم فؤاد برنس النقل التقيل. ربنا يخليك. اتفضل يا باشا. عم فؤاد صاحب شركه شحن. اهلا وسهلا. انت فؤاد ولا جبر؟ لا ده عم فؤاد صاحب شركه شحن، بس حاجه ثانيه يعني. وانت عامر تبع الاثنين؟ لا انا مع جبر. ماشي ماشي. ما طولش عليك، انت بضاعتك هتوصلك زي الكتاب ما قال، مش ناقصها اشياء. اشياء اول مره اتعامل معاك يا عامر؟ لا بس اول مره نختلف في السعر يعني. ما هو انت اللي رفعت السعر فجاه. طب وازاي ما انا هغشك يعني؟ هديك قرد ما بيلعبش، هديك كتكوت ميه تقول لك ده مسرق. خد مني الكل غله واسال. بدون ما اسال انا زبونك يا عم. انت فاهم. اتفقنا. السلام عليكم. الف سلامه. بقول لحضرتك ايه؟ انا هاجي لك بكره المكتب وتكون خلصت كل حاجه ان شاء الله. السلام عليكم. لا استنى، رايح فين؟ خد ده كارت بتاع المعلم فؤاد جورج اللي قاعد. شو بدي بيه؟ عشان تسأل عليا وتعرف ان انا عامل معاك واجب. انا اول مره اتعامل معاك يا اخي، ثقه. السلام عليكم. لا مؤاخذه يا عم فؤاد، طول عمرك معلم عامر زي اخونا بالظبط. تقدر تلم 100 زبون في قعده واحده من غير ما حد يلمح حاجه. احنا نيجي حاجه فيك يا برنس النقل التقيل، انت ولا الدولي؟ الدولي تعبنا قوي يا عامر. ايه؟ التليفون ده ليا. اه فعلا نمره غريبه، بس ازاي يعني؟ هتفهم دلوقتي. الو. ايوه ايوه انا فؤاد. خير؟ امرني. لا ثانيه واحده عشان في جنبي ناس، هقوم بس ثانيه واحده. الو. الشغلانه دي قد ايه يعني؟ لا دي اخد فيها 20%. اقل من كده ما ينفعش، دي شغلانه معروفه يعني. قال لك 15%؟ لا روح له يا اخويا وهات تليفونه كمان. اه هات تليفون اشتغل معاه بالمره. سلام. مش بقول لك يا عامر معلم زي اخوك. كنت قلت لي الدولي عامل معاك ايه؟
مش عارفة آخرة الجمال ده إيه يا سوسو. الرجالة اتجننت، كل واحد عايز ياكل ببلاش، ما بقاش في رجل عنده مسؤولية. أنا زهقت من الشغل، عمالة زيب في عرايس وبنات وعارفة إنها هتقابل اللي بتحبه، وأنا اللي عمري ما تزينت لحد بحبه. كل لما يغلب حماري أتجوز الواد ناجح وأطلقه تاني. لما اتنفخت إمتى بقى يا ربي هستريح؟ ده أنا حطيت صوابعي في الشقة، رجالة كتير بس الحب هو اللي قليل. إيه الحلاوة دي؟ كل دي حلاوة يا حلاوة؟ حلاوة روح يا أخويا، ما تحطش إيدك على ستك تاني. الله، وفيها إيه لما أحط إيدي على ستي؟ هو أنا مش جوزك؟ جوزي ده إيه؟ ما أنا طلقتك يالا. خلاص زي ما طلقتيني ترديني تاني. الله، كان فيه وبح، واللي خلص يتعوض من عند البح. طب يلا غور من قدامي، غور من قدامي بدل ما أقلع الشبشب وأنسله على دماغي. الله، اشمعنى انت لما كل بتنادي عليا وتقولي يا ناجح اقولك انا جاهز اهو؟ طب امشي يا ناجح من قدامي بدل ما افرج عليك الحاره. لا 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 لا، ايه في ايه بس ست الكل؟ الراجل ده بيتهجم عليا. هجم لعدم المؤاخذه هو مش جوزك؟ ما طلقتني الموكوسه. طلقتك؟ طب يلا 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 ياك من هنا يلا. لا، محدش يقول لي يلا من هنا غير ستي سمسمة. طب ستي سمسمة بتقول لك امشي من قدامها وملكش عيش عندها. ماليش عيش عندك ليه؟ شغال في فرن؟ طب وحياتي هتشوفي، هتشوفي ان ما كنت حننك. اوعى كده. اوعى كده. خير ان عملت يا سمسمة انك طلعت الجعير ده. معقول بقى في حد عاقل في الدنيا يقول ان الجمال ده واللطفه دي تتردم مع الكائن ده؟ تشكر يا كبير، وكفايه لحد كده، نشوفك وقت تاني. وليه؟ ما نتلم مع بعض دلوقتي وخلي الوقت التاني ده نتمتع بيه واحنا مع بعضين. انت عايزني اتجوزك يا مجدي ترضى بكل شروطي؟ لا، تتجوزيني ايه؟ انا اللي هتجوزك، انا مجدي. وسمسمة ما بيدخلش عليها حد إلا والعصمة في البيت. لا سمسم، وانت هتتجوزي ناجح؟ جرى يا راجل؟ انت فاكر ان انا هعبرك ولا ايه؟ روح شوف اكل عيشك يلا، روح شوف منبارك وفشتك وكرشتك. ماشي يا سمسمة، خليكي براحتك وخلينا انا كده صابر، مسيرك تستوي وتقعيني في الطاسة، ساعتها بقى أنا اللي هستطعم السندوتشين. يا عم صالح، عامل ازيك؟ عام كريم. ايه النور ده يالا؟ ده نورك انت. بس نور ايه بقى؟ ما انت طفيتها على عم فؤاد. في ايه؟ هو لحق يقول لك؟ ايه اللي حصل؟ تعال نتكلم فوق. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي.